تفتح الطفلة الصغيرة عينيها الخضروين الكبيرتين وتبتسم. هي التي تركت وسط الشتاء والبرد عند مدخل مبنى في مدينة حلب في شمال سوريا. هبة الله معجزة صغيرة، ولدت في 29 من كانون الأول ديسمبر في حلب. لم يكن أمام والدتها البيولوجية خيار سوى تركها في العراء، كما العديد من الأمهات السوريات اللواتي يختبرن صعوبات الحرب. لقيناها بمدخل بناي الساعة 3 الصبح، كانت عم تبكي، كانت معلقة فيها الحبل السري والمشيمة، يعني حديثة الولادة، يمكن شي ساعة ونص تقريبا إلى ولدانة. عندما عادت أم معاوية بالطفلة إلى المنزل، لم يوافق زوجها مباشرة على انضمامها إلى العائلة، ويقول وهو ينظر إلى ابنة الأشهر الثلاثة النائمة في مهدها: أصرت زوجتي وأولادي، نظرت إليها وفجأة بات عندي 5 أولاد بدلا من 4. أخذت على المحكمة الشرعية هون تابعة للمناطق المحررة، وسجلت، يعني بدي أعطيه معلومات، يعني في عنا دولة الحمد لله، أعطيتهم معلومات وأعطيتهم كذا وسجلناها، بس هبة الله وكل شيء رسمي. يعني في هذه المدينة يفرض قدوم طفل جديد إلى المنزل أعباء إضافية لا يمكن للعديد من العائلات تحملها. وبحسب شهادات أطباء سوريين لوكالة فرانس بريس، ارتفعت حالات الإجهاض بنسبة كبيرة خلال النزاع السوري.